رائد نادي رمعتا كل الظروف وهزمتا ومع كل ربحنا بحبه. السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من قهوه اخواجه وليله جديده من ليالي الكره المصريه. مباراتنا النهارده الزمالك والاتحاد السكندري في مباراه الثالثه على التوالي لم يعرف فيها نادي الزمالك طعم الفوز. قبل المباراه كلام وبعد المباراه كلام تاني خالص. قبل المباراه الزمالك فقط 5 نقاط قدام اسوان والداخليه، والمفروض ان هو النهارده يستعيد الثقه بلاعبيه عشان عنده بيراميدز في كاس مصر وبعد كده لقاء القمه مع النادي الاهلي. والناحيه الثانيه الاتحاد بقاله 3 مباريات لم يعرف طعم التعادل او حتى الفوز. النادي الاتحاد يا بيكسب يا بيخسر. اول تعادل لنادي الاتحاد في الدوري العام هي مباراه الزمالك ونادي الزمالك، هو ونادي الاتحاد هو نازل يتعادل، لان نادي الاتحاد لو كان نازل يكسب كان كسب جيزواردو فيريرا المؤلف. جيزواردو فيريرا وما زال نزيف النقط مستمر بالنسبة لنادي الزمالك. وقبل ما نتكلم في حلقتنا النهاردة عايزين نقول لقهوة الخواجة انسي ندوس على لايك الجميل، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة ليصلك كل جديد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، كل حاجة في صالح النادي الأهلي، تعادل الزمالك وتعادل بيراميدز وتعادل فيوتشر، كل ده في صالح النادي الأهلي والفرص ما بتتلقاش على الرصيف. نادي الزمالك النهاردة دخل المباراة المفروض أنه هو بنقطة ومن أول السطر بعد فقدانه 5 نقاط أمام أسوان وأمام الداخلية، لكن النهاردة أنت نازل ولا عايز تكسب ولا حتى عايز تتعادل، لأن الاتحاد لو كان عايز يكسب كان لعب على المكسب وكسب، لكن الاتحاد بمنتهى الأمانة كان بيلعب على التعادل. النهاردة نادي الزمالك حتى في الشوط الأولاني لما استحوذ بلا أنياب هجومية ولا ما فيش أي كرة خطر على مرمى نادي الاتحاد، هي تسديدة واحدة من إمام عاشور لما حط الكرة بين رجل مدافع الاتحاد وشاط الكرة بطيئة عملت بند قدام حارس مرمى الاتحاد السكندري. غير كده ما فيش نادي الزمالك مش موجود. جيزواردو فيريرا بقى الحلقة النهاردة على جيزواردو فيريرا. جيزواردو فيريرا يعني أنا مش عارف هو مش عارف يقرأ الماتش ولا هو عايز يمشي ولا هو بيألف ولا هو عاوز إيه. عمرو السيسي يطلع من أول 30 دقيقة تمريرات خطأ فاولات كتير، الراجل مش مركز أو مش موفق النهاردة يبقى أنت لازم تغيره. هو التغييرات كتاب الكورة قال إن هي بعد الدقيقة 60، مش معقول انت راجل غيرت، انت راجل نزلت التشكيل اللعب مش موفق، انت اخطأ ما تغير في اول 30 دقيقة في اول 25 دقيقة حتى، ايه المشكلة؟ عادي جدا عمرو السيسي يتغير في اول 30 دقيقة، فاولات كتير تمريرات خطأ. محمد عبد الشافي احسن واحد في نادي الزمالك في الشوط الاولاني، على الاقل الراجل بيوصل وعامل جبهة مع مصطفى شلبي وعاملين خطورة من ناحية الشمال، يعني الراجل الله يبارك له قال لك الراجل ده كويس وعامل خطورة لا طلعه. مصطفى شلبي نفس القصة عامل خطورة طلعه. زيزو كان بيلعب ايه بقى في الشوط التاني انا مش عارف. انا لقيت يوسف أسامة نبيه ناحية الشمال ولقيت شيكابالا ناحية اليمين، مش عارف دور زيزو ايه، يعني دور زيزو انا مش لاقيه. يعني سيد نمار راجل يعني لو انت عايز تموته مش هتلعبه باك شمال، ازاي انت متعادل وبتلعب على اللقب وعايز تكسب؟ انا مش عارف بصراحة، يعني ده راجل مش هيعمل لك اوفر، مش هيعمل اوفر، راجل براجل راجل حريف، راجل بيحط كرة تحت رجليه، راجل بيمشي بيلعب على الخط، بتحطه باك شمال، راجل تايه مش عارف يقف في المكان اصلا. سامسونج قلنا مهاجم ب 34 جنيه شهر عروسه اغلى منه ولسه مصمم عليه، يعني بيجيب لي دراعك. سيف الدين الجزيري تايه، مفيش كورة مفيش هجمة منظمة على مرمى نادي الاتحاد، مفيش كورة بالهد على نادي الاتحاد، مفيش كورة بالعرضة، مفيش هجمة خطر. الراجل في نزهة، حتى الكورة بالهد كانت من مدافع حسام عبد المجيد. مش عارف نادي الزمالك هيودي جماهيره على فين، مع ان جماهير نادي الزمالك في وراه في كل مكان، وسافرت وراء اسوان واتغلب وراحت وراء ده. حتى في ماتش الداخلية لو احنا خدنا بالنا هنلاقي ان نادي الداخلية في اخر 10 دقايق انت عايز تتعادل، ماسك ضاغط نادي الداخليه وقدرت تتعادل في الدقيقه 95. النهارده في اخر 10 دقايق الاتحاد يكسب مش انت اللي تكسب، يعني في اخر 10 دقايق انت عندك ما عندكش الروح ان انت ولا عايز تكسب. لعيبه بتتمشى، اللعيبه مش قد المسؤوليه، لعيبه مش عايزه تاخد الدوري، لعيبه مش عايزه 3 بونت، في حاجه جوه نادي الزمالك بتاليفات ان مصطفى شلبي طالع ما بيسلمش على حد، الراجل بيمد له ايده ما بيسلمش عليه، في عك كروي قدام نادي الزمالك. لكن ما
ينفعش ان احنا نغزل حق نادي الاتحاد، لان نادي الاتحاد النهارده مشى المباراه زي ما هو عاوز. الراجل عايز يتعادل يمسك كوره زي ما انت عاوز تمسك، انا بقفل دفاع منطقه، عامل مقسم الماتش، بينزل مابولولو في اخر الماتش، مخلي خالد الغندور، ابراهيم حسن عامل شو كويس. لا، نادي الاتحاد عارف كويس هو بيعمل ايه وماشي الماتش زي ما هو عاوز، ونادي الزمالك مساعده، لان مفيش ولا هجمه خطر تماما على مرمى نادي الاتحاد. امام عاشور تايه، مش هو ده امام عاشور. امام عاشور كان بيلعب بروح اكتر من كده، كان بيلعب بقوه اكتر من كده. زيزو تايه، ولا هو بيلعب ناحيه اليمين بيعمل اوفرات كتير ولا بيشوط. هي كره واحده اللي من جوه ال 18 اللي طلعت من فوق المقص، غير كده مفيش. نادي الزمالك مش ده النادي اللي نازل ياخد 3 بونت، مش ده النادي اللي فرق 5 بونت المفروض تكسب علشان يا راجل ده انت بقيت تالت رسمي من قبل الماتش وانت تالت ونازل تلعب كده. طب ازاي يعني انت تالت وفيوتشر تاني بعد ما كسبته على سيراميكا، والنهارده حظ الزمالك حلو ان هو تعادل مع فيوتشر، وجنش عمل مع الناس واجب بصراحه، هنرجع له تاني. محمود عبد الرحيم جنش اللي اهدى بيراميدز التعادل، وفيوتشر النهارده من اوحش مبارياته لانه اهدر ضربه جزاء وكان بيدافع كتير، ويعني كل ما دول الدوري بيحلى والدوري بيعلى اللعيبه مستخسره فينا متعه الكره الكرويه. النهارده الداخليه كان بيتعادل 3-3 مع البنك الاهلي، سموحه حسام حسن بيرجع للتهديف، جايين مع الكوره. المفروض الزمالك يكسب يعني، لان ده المصري لسه مخلص لك على الاتحاد وثلاث هزايم ورا بعض. عايز تلاعب نادي ايه مفرفر اكتر من الاتحاد السكندري؟ لا، نادي الاتحاد السكندري خدك مصدر ثقه، خدك يرفع بيك الروح المعنويه، خدك يستعين باللعيبه ثقتها، بيتعادل مع نادي الزمالك، اول تعادل نادي الاتحاد في الدوري. جيزواردو فيريرا لازم يعود حساباته، عايز يقعد ويكمل ويلعب الكوره اللي احنا اتعودنا منه عليها خير وبركه، عايز يعك وعايز يمشي يبقى ياثر الطريق على جماهير نادي الزمالك وعلى الكوره المصريه وعلى محبي نادي الزمالك، علشان نادي الزمالك سمك لبن تمر هندي، نادي الزمالك بيعك في كرة القدم بمنتهى الأمانة. وتعادل بطعم الفوز لنادي الاتحاد السكندري. ملخص سريع على أسوأ مباراة لجيزواردو فيريرا مع نادي الزمالك، والأسوأ بقى كتير يا جيزواردو يا فيريرا. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، وإن شاء الله نتكلم في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الخواجة. تحياتي أحمد الخواجة، السلام عليكم.